نص التلفزيون. نصيناه نصيناه. شلونكم؟ احنا زينين، انتو شلونكم؟ والله الحمد لله. من ويانا؟ ام محمد من الموصل. يا هلا باهل الموصل، وهلا ابو محمد، شو اخبارك؟ الحمد لله. زينة، شلون الموصل؟ والله بخير، اذا انتم بخير احنا بخير. فدوى قلبي، دوم بخير ان شاء الله، دوم. الله يسلمك، الله يعافيك. يسلمك ويخليك ام محمد. انا قاعد اتصل على اذاعه قريش اف ام. قريش اف ام، تريد انت التصليل؟ ايه يلا تفضلي. من معي؟ من معي؟ من معنا؟ اختك ام محمد. اهلا بك يا ام محمد، ومن اين تتصلين؟ من محافظة نينوى. جميل جدا، وكيف هي نينوى؟ والله انها جميلة، ام الربيعين تزدي. وكيف هم ناسها؟ هل هم بخير؟ الجميع بخير. الحمد لله الحمد لله. وكيف هو الطقس عندكم؟ الطقس رائع رائع. حسنا، لدينا مسابقة، هل تودين المشاركة فيها؟ أجل بكل تأكيد. حسنا، سنسألك سؤالا، وإذا أجبت جوابا صحيحا ستربحين معنا ناقتين محملتين بالذهب. هل تسمعينني يا أم محمد؟ ناقتين محملتين بالذهب. ناقتين. نعم. بكسارة هالبهبهان. شو ناقتين؟ ناقتين محملتين بالذهب. بالذهب. هل أنت مستعدة؟ أجل. حسنا، سأسألك سؤالا باللهجة العامية. من هو مخترع الصوندة؟ واحد كانه مين قتل. من هو مخترع الصوندة؟ محمد. يلا جاوبي. انت واحد يومين انقتل. لا، واحد يومين انقتل شنو؟ بالعكس. اجابتك خاطئة، يرجى المحاولة في وقت لاحق. بدا خوا اوج ما ريدا وادا خلاوا كردوا شوي ذا موبايل از سويتش اوف اور اوت اوف ذا كيفرج اريا بليز تراي اجين ليتر. تحيات لك ام محمد. على موتوسيكل كردي راح اجيك بالكردي العادي. لا لا، ده رصيد، هذا رصيد. ايه، راح نهدي لك اغنيه. انا اطلب اغنيه كرديه. يلا اغنيه كرديه يا اخوان، اغنيه كرديه. اغنيه بختيار صالح بازي. تدللي من عيوني. تسلم عيونك. هلا ابو محمد.